الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. إخوة الإيمان، حدثتكم في الجمعة الماضية عن شهر رجب، وقلت لكم أن رجب يسمى بهذا الاسم من الترجيب، وهو التعظيم. وسمعتم أن شهر رجب من الأشهر الحرم الذي كان حتى في الجاهلية أهل الجاهلية يحرمون فيها القتال. وسمعتم مني ومن غيري أن أهل الجاهلية في الأشهر الحرم كان الواحد منهم يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يمد إليه يده ولا يتكلم معه بكلمة. حدثتكم عن كل هذا، وما كنت أعلم أن هناك دماء قد سفكت في الشهر الحرام. حدثتكم عن حرمة الدماء في الأشهر الحرم، وما كان قد بلغني دم 50 رجل وامرأة وطفل قد سفكت في الشهر الحرام من دماء المسلمين في نيوزيلندا. أسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يعلي قدرهم، وأن يجعلهم في عليين، وأن يكتبهم عنده في الشهداء، وأن يصبر قلوب ذويهم وأهلهم، وأن يربط على قلوبهم. أسأل الله عز وجل أن يرحم كل ميت مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما أسأله جل في علاه أن يرزق أهليهم الصبر والسلوان، وأن يجعلهم من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة في الله،
لن أتكلم عن الحادث باستفاضة، ولن أتكلم عن الأسباب التي دفعت هذا المجرم الإرهابي إلى سفك هذه الدماء، فهذا الكلام قد سمعتموه من الساسة ومن المثقفين ومن الدعاة والعلماء طيلة هذا الأسبوع. ما حز في نفسي أيها الأحباب الكرام أن رئيسة وزراء نيوزيلندا سمت الحادث بأنه حادث إرهابي، وأن الكثير من المسلمين سموه بغير هذا الاسم. وما حز في نفسي أكثر أن رئيسة الوزراء تكلمت عن الجالية المسلمة بكلام كله لطف، قالت هم من أحسن الجاليات وألطفهم ومن الجاليات الأكثر إيجابية ويتفاعلون إيجابيا مع المجتمع وكلام كثير، بينما سمعت ممن ينتسب إلى الإسلام من يحمل المسلمين مسؤولية هذه الجريمة، من يحمل المقتول جريرة قتله. يا عقلاء، إن كان فيكم رجل رشيد أليس من الإجحاف أن يسوى المقتول بقاتله؟ أليس من الظلم البين أن يحمل المقتول جريرة قتله؟ أيها الأحبة في الله، ما أحوجنا إلى العدل وإلى الإنصاف. شين النيموثن يا حمصي ضربي؟ عزاؤنا فيهم أنهم مثن في بيت من بيوت الله، وروح بإذن الله شهداء، ولكن نز قليل من الإنصاف، قليل من الحق، قليل من العدل، قليل من الرشد في الرأي، قليل من الاتزان، قليل من وزن الأمور بموازينها الحقة. شويتنا العدل، شويتنا الإنصاف، شوينا الإنصاف في تشاري شورخ من غذر التسريد من أذن القرش أسيدي غاسن رحق من ديني التقل من غاسن ويوان أمني إن رذوني إن وسين غوزات غوزات، ونسي هو أنه وجبوا مس نيوزيلاند أنت أسترالي أنت مريمني أنت غازي، ونسي أنه مسيحي، وعيسى عليه السلام ما كان في أستراليا ولا كان في نيوزيلندا، عيسى عليه السلام تغدي فلسطين. إذا أخذنا بهذا المنطق أنا الزخوزين أمريكا، لأن الأصل أن سكان أمريكا ليسوا بيضا هم سود. إذا أخذنا بهذا المنطق المعوج أزين تيارخ الدول أزين الزيس نتغذ خريب، هذا لم يقل به عاقل. زد على ذلك أنه سقسات نهر من نغوم غاث التاريخ، روح غا جدي شوها إن يسميش يجينا جدينا من روح تكفتش كاقاطة سخو سبانيو شكوها جيد بوضا سبانيو، مش يجينا جدينا من روح تكفتش كاقاطة سخو فرانسيس شكوها جيد بوضا فرانسيس، سول جدك قل له جدك اللاندوشين تمشي انت تشارك في القيرة ديال اللاندوشين وانت ماشي من اللاندوشين كاع، مش السوض ديني. أخذوا أخذا يوين تندين لأن توحدة جنتن بعد أن خربوا ديارهم وبلادهم في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، احتاجوا إلى إعمارها ولم يجدوا إلا سواعد أهل الإسلام والعرب. سقسا ديني مزوري روح أوروبا من غادي نروح موفين دين نزهدني يش روح نقين تندد دي ليز افتادو ثمواد يش نقين تندين معدن يش سكن تندد ما نسنع زين رقفين السارطان زين السلة زين الضيقة يش شين سنادو فوجي يخسن يش وجي انتو وجي روحنا الزارة نكسير ماندة ثمنوا. اسألوهم من عمر لهم البلاد، اسألوهم من بنى لهم ناطحات السحاب، واسألوهم من حمل لهم الأثقال،
اسألوهم وسيجيبونكم. أيها الأحبة في الله، أنا لن أتكلم عن هؤلاء، وإنما أريد أن أكلم بني جلدتنا. بني جلدتنا على الأقل ممشي توقع مني، توقع شن الحادثة، شن الفعل تقيت شني جنس قمسر من، ونحن ندين أي انتهاك، ندين أي انتهاك لحقوق الغير، وأي قتل خارج الشرعي، وأي ظلم، وأي ازدراء، وأي احتقار، وندين أي إرهاب. فالإرهاب لا علاقة له بدين، ولا علاقة له بعلم، وإنما هو تخلف وجهل وظلامية، ولا علاقة له بدين أصلا. إيوا على الأقل نيت ما مش تقامة والدقيق، سيجب مراجعة من صغارا دي المدارس، يخسك آيات الجهاد زي القرآن من عند صحيح البخاري الزاريف، من عند موطأ الإمام مالك كسزيس من السور نخل جيزيا، من عند صحيح مسلم مزقي، من عند وعلى الأقل يجب مراجعة سياسات اليمين المتطرف هنا وهناك. بارك غادني تغبعد على الأقل. أيها الأحبة الأفاضل، ما عرف غير المسلمين العدل إلا في ظل الإسلام، وما عرف غير المسلمين الأمن إلا في ظل الإسلام، وما تنفس غير المسلمين الصعداء وأمنوا على أموالهم ودمائهم إلا في ظل الإسلام. الصليبية خربت اليهود والنصارى في فلسطين أيما تخريب، حتى استنجدوا بالمسلمين أن أدركونا الصليبيون يقتلوننا. قاغسنين غث تاريخنا الإسلام، اقرأوا تاريخكم غث تاريخنا الإسلام، غث القرآن ستيدت، غث سنة النبي صلى الله عليه وسلم السيرة ستيدت، أتزام العدل في أبهى صوره. لذلك ما أحوجنا إلى أن نذكر أنفسنا وأن نذكر هؤلاء ببعض الصور المشرقة من عدل الإسلام مع غير المسلمين. حدثتكم في شهر ربيع الأول عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، ذي رحاب وانت يوذفن خمسر من دهم زيدة، وهي دار عبادة، وهي دار أمن وأمان، غير دين مغاشين دين المغريس دقة الشين دين النغمة عليك. النبي صلى الله عليه وسلم خميتيرين دير حاب يقارسنا قشت قاربهم غشان الكنيسة، قشت قاربهم غشان الصومعة، قشت كم خشان الراهبة حتى نغم، نخشان تمغاث نخشو حنجابة مزيان. لا، إنكم يجن دي ساحة المعركة جاروا إني واحد سن وعده بغا حد النظني قد قسم شان السجاف الله. هذا الدين الذي يلصق به كل عوجاج، يحافظ على البيئة، وجعت خبنادم خلبيئة خسجاف خوزرو خزر رب سبحانه وتعالى باش تعظم العدل يجند الدين النغ. رب سبحانه وتعالى وميسور خير المسلمين، يسور أهل الكتاب، وميديوسن يسور خل أخلاق نسن، خل معاملات نسن، إن نغواجبوا مرة كيف وجل أنهم واجبوا ذي مسر من وشخص دنا هو مر إلا إن ومن أهل الكتاب من انت منه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من انت منه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما. العدل في أبهى صوره. إن قال الإمام الطبري رحمه الله، قال أبو جعفر وهذا خبر من الله تعالى، أن من أهل الكتاب وهم اليهود من بني إسرائيل أهل أمانة يؤدونها ولا يخونونها، ومنهم الخائن أمانته الفاجر في يمينه المستحل. أمن هنا غبو يخرق صدار بمرة، ما مشي يجى الخائن دك مسر من، يجى الأمين دك مسر من، كذلك يجى اليهود، يجى النصارى،
الإسلام لا يأخذ أحدا أو لا يأخذ الجميع بجريرة واحد. الدين النغوى يتهم أمة بأسرها بجريمة واحد لا علاقة له بعلم ولا دين ولا عقل ولا فطنة. ليسوا سواء يقرب سبحانه وتعالى. العقيدة شيء ولكن خميد غنس غل أخلاق غل معاملات هذا لا يعني أن نجني على غير المسلمين لأنهم غير مسلمين ونأخذهم بجريرة الواحد منهم. لا نخش نهار ونتتقل. مسيحي متعصب أنكرني قمار العقلية ينسنا مني. لا عماس أتيري. ديننا يتسم بالعدل، ديننا يتسم بالإنصاف. هذا العدل الذي أمر الله عز وجل به أهل الإسلام أن يلتزموه مع الكل حتى مع غير المسلمين. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أهلها مبهمة البر والفاجر. الأمانة غتعرض توغت مني جند قبريد نغتوغت مني فغنبريد توغت مسرم نغتوغت موذي نغتوغت رومي نغتوغت البوذي نغتوغت اللاديني توغت شيعي توغت شيوعي توغت منون ما وغاري مرحق ذوي غل أمانا شنجي الجنب دعوة أنه قوات جبو ذا مسرم. دعونا من هذه الترهات. اجتنغ زين الفتاوى السريعة في تخريب الشريعة. اجتنغ زين دي من عند الدين زقنوا ويقارس الله وقال وانه واجبوا ذا مسر مغا معليش مرة سخار قضخس معليش مرة ذوشات لقى معليش مرة ذوي ذا الشنحش قواني واجبوا ذا قهني ذا الغنيمة. لا والله واني توغيني نمو يفهم ولو ذا الإسلام واني تقعد ترام واني تا ودقن الفتاوى وفي حنت نشدق روبا يمذني روحك أسري غسنت ذلك مريج وموجود ولكن للأسف وفن لم يجد من يناطحهم الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان. للأسف وضن غذريق شخص وضن غازي وضيورة خسن بلعن خان غذيورة الجنين مضن يتسكعون الجنين وفهم ولد الدين راح تمنطح لكيسن سرخ والخوي سربيدو ينقب زهيسي والجن بويني فهمن الدين كيسن السيورنا هندارن يا إما هندارن يا إما ذيذها وبريذنسن. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. إلى أهلها قال محمد بن الحنفية هي مسجلة للبر والفاجر. منون ما يعنى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التسمي وذنق قرس خصوصا دقور وبرذي قرس وما غافرني وقرد فرندمس من خصك تزجج من خصك تزجج كثير وقت نخدم قفر عند مسر مواد عمص وزري غيز شو هذا يروح مرحل دي فران وهذا يروح مرحل في فلان ولا علان. نحن تعبدنا الله عز وجل باتباع واحد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد هاجا من مكة إلى المدينة وعنده أمانات لقريش وهو معهم في حرب. غسل أمانات قريش توقع ناس الصادق الأمين وهذين العداوة جار ولكن يتغمر حق ذر حق الحق أبلج والباطل لجلج. والله لا يتغمر حق ذر حق ويعترف به أهل الإنصاف في كل زمان ومكان. انهار المنصفون من المستشرقين من الألمان والفرنسيين والإنجليز يعترفون بهذا الذي أقول لكم ويا ليتكم تراجعون مؤلفاتهم. اقرأوا كتاب غير المسلمين في المجتمع المسلم. اقرأوا كتاب الحضارة الإسلامية أتزام عجب عجاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مديو سنغذيها جوز سن شيء وقيل قد قلت كذير حابو تجمع كل شيء أو ده أنت كسيغة كذي الناس علي بن أبي طالب شكت قيمته
اش كتعرض الأمانة يا سيدي يا رسول الله قينا تقول لك لا إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل خزاسي ضربوا أني شو إذا حكمتم بين المسلمين نغوى إذا حكمتم بين المؤمنين نغوى إذا حكمتم بينكم كني ويمسر من الله وإذا حكمتم بين الناس والناس نشنسن على أنها تفيد العموم هذا من العام الذي يراد به العموم عند علماء الأصول وإذا حكمتم بين الناس مرة أمسر ذوذا إذا رومي من ما يعنى ذوذ غن تبع الشيء شيء من الإنسان يساور شان الكلام قال جل قا محرض قا يحرض قا يحرض قا وفهم ذشان وفهم وفهم اللغة العربية والسند من التقذيدان شواذ غريض القرآن ولا السنة والسند المنهج المغمين يعني شكسة والطبلب إلى النواء أحرص الناس أحرص الناس على دماء الناس هم أهل العلم أحرص الناس على وحدة الأمة هم أهل العلم أحرص الناس على النسيج الوطني هم أهل العلم أجلس نجنة ومين داعية خطيب إمام عالم علامة يحرض أهل طائفة على طائفة يسكذب سخرقب عما سنجن من أهل العلم ذي خلف النصوص للقرآن السنة ليدعو إلى ما يرمي إليه عقله ويرنوه من أطماعه إن يجنن غنى إن وجه الزين وان جي الزيسن فلذلك أنت بثيخ في النغ نسر من الصغارة يسنيين نسشنا يسنيين السنة يسنيين قها قوم الدين النغمة مشيكا نهرم دور الببغاء تردد ما يقوله أسيادك ممن يريدون تفريق الكلمة وتشتيت الأمة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قال الإمام السعدي رحمه الله وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض القليل من ذلك والكثير على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو كورشي كورشي الفاميليا وجي الفاميليا ذميس نتقبيت وجي ذميس نتقبيت ذميس نتشاينو واجبو ذميس نتشاينو ذميس ندولين واجبو ذميس ندولين خدينين واجبو خدينينو ذكبرين واجي ذكبرين التاس العدل يما عليك الدنيا ذك واحد خلقوا أنا ونيتان يرقش والله يرقش أتوري تفوقتنا الرحمة تفوقتنا العدل من ما رب سبحانه وتعالى مسمنا غينا قرأ البشرية يمسر من دمزوا ومن بعدهم يترغيانا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط كونوا قوامين بالله لله شهداء بالقسط يعني العدل التزم مثل العدل قوموا بالعدل لله التزموا العدل لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا سمقا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا الآية يوات التفذ رذجن الملة رذجن الدين رذجن القانون رذجن الدستور رذجن القانون الجنائي القانون المدني واتفذ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا نشين دقوين جارا نخمني تيري شن يجني خيق خون نظني يخيق خسوها مريد تقارس دادا سيزود شن حاجت نسيري ويست سمني قصي ضربي غاوم قيمكن ذيري شحد يشاهيكني ونغط شاهم فني غوكي سجن مليح خدي النوم ونغو يجي خدي النوم غاوم تبعد مخل عدل كني وضومي روح بور حاضي سنتاميني على الدنس نغمين دي تفكا ما يتوقاد التقارة يدنش دم سر مخاص حكمة نغي التقارة يدنش غار الحق النس نشكي سوي وقس العدل العدل قال ابن كثير رحمه الله لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوه
دلي في النش تغرع دونش خدين النش نقوى يجي خدين النش العدل واني غا خدم دام سرم يتاسك يستقذ العدل واني غا يخدم دام سرم يتاسك يستقذ العدل واني غا خدم الواجب دام سرم يستقذ العدل قشت شمثل قشت شمثل دي تسعادي من خدمة ذي الجودان واني غا يخدم الواجب دام سرم قشت شتي ذي الناس قشت شتي حق الناس شغاس تسقل شان رغش لا 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 نشين أمة مطالبة بالعدل على جميع الأصعدة والمستويات. الله عز وجل قعد في كتابه جل في علاه قاعدة في معاملة غير المسلمين وهي أعدل القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسان بل ونظرته إلى الكلية لهذا الوجود بصفة عامة. قاعدة كان اختصار بذي القرآن قاعدة هات السننيين هين ويغرين والوين هين ديك السن يقرجوا أخزاق يقضي القرآن ديس وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك يوازي لقين عوض ولا تعتادوا يؤمن غهتم في آيات السيف القرآن يعمص الآيات من السيف هل آيات من السيف والنوي السن نظام زقز جيف الناس آيات السيف ليست لآحد الناس آيات السيف ليست لآحد الناس آيات السيف ليست لي ولك آيات السيف لها علاقة بالجهاد إذا فرضه ونادى به ولي الأمر وشخ مني ذي تغيّد فرع ذو غث مواث ذي يويث مواث ذي يستعمى ثمواث ذي كعذر حكم انت مؤنّر هذا سني أنسيني الله معلم منهم يستغر سناح منهم يستغر دبابات الصواريخ الكلاشينكوف منهم يستغر دول السناح منهم أكي الصواني هذي قندي بيتريناني يش صاغنت مش زي سعر ما يسمى بالعدوان يو قيام النيقان هاني دو غد السيف نهار الدبابات الصواريخ يتخذ لرد العدوان وليس لقتل الشعوب وليس لقتل المعارضين وإنما لرد العدوان حين يعلن ولي الأمر الجهاد دفعا عن البلاد والعباد ها نفهم قين وافهي من والو وفارقا جرى لفظ جرنا الرمان وش اسمه روينا نتخاوض ان نغرب عاثن مثلا نتعيش من قوروبا والسين بودين سن والسين المينزي غجاوب ان قارس دي جموه ورش وشيد بزاز جرده وقارس وقود عبي غاسر حق من يقى من حقها صغيرين من حقها صغيرين استأسد الجمل لما استنوق الحمل رغم ذور ذيران رمح ذور لما استنوق الحمل رمي ذور للوحورة الدرغمت يا أحب الأفاضل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إيقى رب سبحانه وتعالى قاعدة في معاملة غير المسلمين إن رب سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين قمة العدل زي رب سبحانه وتعالى قمة العدل في الإسلام مغذا في قاسد رب لا ينهاكم الله سيد رب وكنه ينهيشا ويخفي سيد رب عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إن وكومت قارة ذيني وخوم يزيرن زيهودرين نوم ذيني وذوم يوين تموهنوم ذيني وكني وين غين وان غين تمغارين نوم طاولوم إن اللاينا سيدار بوكني وين هي شاكي سنتقم رخيا بل وجير خيا إن أنت بروه ما كي سنتقم البر يومارا نقصيدار بث مقاك الوالدين البر جماع الخير رخيا مش ميقا رخيا يكمر إن نغاكي سنتقم قال العلماء وذي الدين يهرش يجن واجيدا مسر ما ترحق السجد يموت السن الجن واساث روح ياسا شي صبا ربي هذا شي مشى ربي الصبا الا يا رحمة الله يتاري ذمن ما خص انت ذمن هو يجيبو ذمن سر ما خص انت ذمن مطالبة سوش غي ذمن هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطبة أجر مرة أني غاجت ساعة عظم عاد يعني ذيس الحياة يحدث هذا سوش غيس أجر رب سبحانه وتعالى غفر لبغي من بني إسرائيل سقط كلبا سوش يوقزين ذي سوي غفر رب سبحانه وتعالى فما بالكم الجند بنادم
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد. أيها الأحبة في الله شندين غيوما ران غنك الدعوة شندين غيوما ران غنك الدعوة إني ويدين بوذي مسلمن إني نغسش نماسنا بريد وهاغيني ماسن إني ماسن نقوم هيا بريد نتيذت هيا بريد نسلاك يخسد يمن أكنه يتبع من أنت ويخسد يمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكم دينكم ولي دين. إن نغمرش إن الجنس زيس يودف ذي الإسلام غاسبة بس ذي ما سوى وذي فنبو ذي الإسلام ذاتي العدل أخذاتي الحق الجنس غاز يهودي نصراني يودف ذي الإسلام بس ذي ما سقيما خدين نسن حثني ينضع أسنيني كني وذركو فقش غانغ شني وذا شين تدير عقر باباس دي مس جاجا تزوما تحجا تصدقا يا سيدي القرآن يقارس قاكني وذك فامي قاي سمح ذا يسني تقع عاد غودرا تخزير عقر يعوج انت خزات تخزير يسمح ذي باباس دي مس يمكن توا هاي غاسني تجه ندير فضيح دير عشق الكورشي يقارس انا قاك فامي تقع عاد غودرا يسكفارا يمسر من نشين بنادم إن الغدين نغمرة تغاث كافر وشي يسرم يدور تغيو ذغى الإسلام الوالدين الناس أقيم من خلق وهني تيوي بغدار العجزة لا وهني انتاشا لذي يسني قرخا كتازي منو ميزما أثني يكسيخ وزجي فذي يسني طهلا واسني تقبوار ريمر أن الناس دور خدينش واسني تقبوار ريمر أن الناس شل معصية ولكن كسني كتازي منو ميزما نخيا أولا مينو لا والله يمينو يوثيرا أور ربي سيدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يني ويسينا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إننا نشف غبريد الله مشان هني خلقوا فرنخ الشرك نغيكيس نخات تاسنش البر. في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزد غاسم مسغى أسماء رضي الله عنها وأرضاها ذي المدة أن تغجى صلح الحديبية فتح مكة ذي المدة أن تغرى عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريش تسد وهي راغبة أسماء رضي الله عنها وأرضاها تلوح النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله قيمة وصدغاري وهدي متمسر ما كسقشان بخياء فأصلها ما كسقشان صلة الرحم ينس النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. وقال المفسرون وكثير من العلماء امتد سبب من النزول من قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بأهل مصر خيرا وهم على غير ملة الإسلام من سيفتحها مصر دير وقت أني تغتعوها جمود تمسرنت النبي صلى الله عليه وسلم دير وقت الناس يتوصى إني غي يفتح مصر سمي لا سنيقا يتوصلني قرص غاو مرتوا غاو مقتحم غيش نتوما ثقانا مصر غاو طهيل لا كيف باب نتوما حني واجين بودي مسرمن. في صحيح مسلم عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيرات فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها كثر خياط كيف باب نتوما انسن اكثر خير كيف بنت مهم مصر ما يمي فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهرة إن سقيني غاسن إن قيئني لهم ذمة ومقان ذمة قان شراح الحديث لهم ذمة يعني لهم حرمة ولهم حق من الذمام ولهم ذمة ورحم
مش جاء إن سق جاران غدا كيسن الرحم قد تاسنا نغسيلة الرحم تهلا الديسن ميمي لأن هاجر هاجر يمسن سيدنا إسماعيل ثم غهن سيدنا إبراهيم تغت سني من أقباط مصر تغت سني زي مصر إن لهم ذمة وصهرة ذي الرواية النظني ميمي إن سق ذي ذورا ميمي لأن ماريا ماريا يتوغى النبي صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال ملك يمين يمسن إبراهيم مسن النبي صلى الله عليه وسلم توغت السني زي مصر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرص كذا يسنرخيا خواجين خواجين وذي مصر من كذا يسنرخيا أيها الأحبة في الله لن تجد كما أسلفت دينا يكرم غير المسلمين مثل الإسلام في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خزيماني توض العدل من قتل معاهدا سمقا معاهدا إجن ويجبو ذن سرم يتعيش ذي هواهن يمسرم غاسل أمن ذي الأمان آمن على حياته وعلى دمه وعلى رزقه وأمواله قد يتعيش في أمن وأمان قد مش تشن فيزا قد يوني ذي العهدنا الأمن ذي الأمان قد أمنوك خمين ذي تزديد يصدق ذي هواهن يمسرم نؤمنه وغاسل أمن غاسل أمان غاسل ذمة ربي ذمة النبي صلى الله عليه وسلم إننا نغن النبي صلى الله عليه وسلم نثغي نغن ويتكارح في الجنة الله أكبر لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما هالريحن الجنة واتتك في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث يرويه عمرو بن الحمق قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا وإن غيوكشن راماني شنجن خذم من النزدوة كرنزتهم بعدين غيث يغذاره ينغذ إن النبي صلى الله عليه وسلم شقت بارغ الزيس للدنيا ذي الأخيرة وخغيري وإنه يموثن وإنه متغيوكش الأمن ذي الكافر وجبه ذا مسرم خذاتي العدل للإسلام خذاتي العدل للإسلام الإمام القرافي رحمه الله ذكر في كتابه الفروق كلاما عجيبا وهذا أجمع عليه فقهاؤنا وعلماؤنا وذكره ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع ونقله عنه الإمام القرافي في كتابه الفروق وهو يتحدث في الفرق 19 بعد 100 تحسست الكلام وانتا وشيني تيمش وما تسري مسدي غشحت ما تسري مسدي شن قانون نغذي شنتم قال من كان في الذمة وإن غيرين ويجيبوا ذا مسرم يتعيش ليه واحد يمسر منه ذي الذمة يمسر منه وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وسيند شحت زبارة وزون ثاوين أذقن قارة باش تكسين وني وزون خاس باش ثاوين نشين نكشاس الذمة للناس أقشكين غذرامان سمين قال الإمام القرافي قال وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح إن شيء مسرمن يوجب خاص نظف وندافع عن خيني ويجين دي مسرمن يغادو سينين نظني أخاص ندافع عن سرسنا زين ونموت دون ذلك وخغنمه نشيني جان دي مسرمن دي طوع عن سنين أخاص ندافع سرع ما نغد وقرا نغد سناح نغد ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة لأن ما نسلم أسد نغذاريث نغذى الدين نغذى ربي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الأفاضل الكلام كثير ولعلي أختم بقصص قصيرة هذا يهودي اشتكى عليا رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر رضي الله عنه يزدغ سيدنا عمر يتشتزي علي بن أبي طالب سيدنا علي تغقم الزفس فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه قم يا أبا الحسن قف بجانب اليهودي موقف القضاء يزدغ تشتزي كرخوك كانت بدت الزفس أتبدت الزفس ما مش تبدني وذن مرة غير قاضي قام الناس أميكا يحكم جارسا سيدنا عمر وبرأ عليا باعتراف اليهودي يعترف ذي إن إلا يضرم علي بن أبي طالب يخزى علي بن أبي طالب سيدنا عمر يخزى غنبو من سيدنا علي وفي غنبو من سغية فقال له أوقد ساءك أني أوقفتك بجانب اليهودي موقف القضاء نستور غنبو من سغية ما يقصش الحرم مش نركاب الدم قد يكيس لأنش كده مسرم تذو ذي
قال لا يا أمير المؤمنين إنس الله وجل من إنس ذي قصر حال إنس من ديني إنس إنما خشيت ظن اليهودي محاباتي عليه لما ناديته باسمه وناديتني بأبي الحسن إنس قذغ يفهم اللقذ سدكي ذي ثمير ضغاري خسنت ومديث النذكا يا أبا الحسن تترغي ذا السيسم نستغي خسدي ترغي ذا رمشتي اسمينه أيه نذكا رعالي وذي يا أبا الحسن لأن الكونية ذي سجن من الرفع من مقامي من مقام الرجل إذا كن إذا كان يكن خزاع عمر رضي الله عنه وأرضاه يرسي يا أبي موسى الأشعري إن الساوي بين الناس في وجهك وديجن غاز تحشر الجنة ذي سشنك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. أختم بقصة أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر أنه أمر مناديا ينادي ألا من كانت له مظلمة فليرفعها وإني غدش الشكيش المظلمة غدياس أتدياوي أمير المؤمنين يسدي الجن من يعنى ذمي من أهل حمص يصدغ عمر بن عبد العزيز من ديني إنس يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تتغزك أتحكم القرآن كتاب الله عز وجل من ديني إنس العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الوليد بن عبد الملك ذمي سن عزيزيس بن عمر بن عبد العزيز وليدي زيد شتشا والنواد جين دمسرم ديون عزيزيس بن عمر بن عبد العزيز ديو عبد الملك بن مروان من ديني إنس طمواهن ويويت قيو ييث أما فينو إن قرب عمر بن عبد العزيز فقال ما تقول يا عباس من تقاب إنس نعم يا أمير المؤمنين أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وكتب لي بها كتابا نشيك شريت بابا أمير المؤمنين تغيد دائق جاي خس الملكية. فقال عمر ما تقول يا ذمي إنس إشك من تقاب قال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تتغزيك رحكام مثل الكتاب من سيدار بس القرآن شيء يوزو وزو القرآن السنة إلا القرآن وهمي ذو الجمشاء السنة إلا النبي وهمي ذو السنة إلا الإسلام وهمي ذو الجمشاء سمينا سيدنا عمر بن عبد العزيز قال نعم صدقت كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك قم فردد عليه أرضه وضيعته إنس القرآن يغن تبع وجب وذميني ولا الوليد بن عبد الملك الرسطة مهنس إكا يا الرسطة مهنس يا أحب الأفاضل هذا غيض من فيض قد تصمم موال ذي العدل الإسلام إذ ما مشتغلت معامل نمسر من غير المسلمين إذ ما مشتغلت ملك أنت من ذي المناصب إذ ما مشتغلت تيرين في دولة الإسلام المجال لا يتسع لذكر كل ذلك فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك المجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخلفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول يا خير مأمول أمير المؤمنين ملك محمد السادس اللهم أليه الحق حقا رزقه اتباعه وأليه الباطل باطل رزقه اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين جم الجان مسجدي توفى أسأل الله عز وجل أن يتغمده بوسع رحمته أسأل الله عز وجل أن يوسع له في قبره مد بصره كما أسأله جل في علا أن يربط على قلوب ذويه وأن ينزل عليهم صبر الصابرين وصبر المحتسبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كما أجدد إن شاء الله تعالى التعزية لأهلنا الذين توفوا في نيوزيلندا فأسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بوسع رحمته وأن يربط على قلوبهم وذويهم وأن يكتبه عندهم في الشهداء وأن يشفي مرضانا وأن يداوي جرحانا وأن يفرج همومنا وأن ينفس كربنا وأن يقضي ديوننا اللهم آمين كما أسأله جل في علا أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنة والدتي ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وقنص